شكرا شكرا شكرا، من الجميل كوني معكم هنا اليوم. أتيت منذ بضعة أيام إلى هذا البلد الجميل وقد أمضيت وقتا رائعا. من الرائع أن يمكن أن يتمكن لهذا العدد الكبير من الناس أن يشاركون هذه التجربة. سأبدأ بتقديم شكري لرئيس الحكومة ووزير التمويل ووزير الصناعة والجميع الذين عملنا معهم في إطار هذا البرنامج، والذين قدموا من مجهودهم وخبرتهم من أجل أن يحظى هذا البرنامج بالنجاح، كل بصفته واسمه. أتقدم أيضا بالشكر لسفير الولايات المتحدة وأيضا ديبي وإيمي كاترونا التي استطاعت أن تكون معنا اليوم من اليو اس ميشن لدعمهم لبرنامج التحدي الألفية. أشكر السيدة لازري صديقتي الحميمة لعملها وجهدها الجهيد، وكذا لتأطيرها لكل العاملين في هذا البرنامج. ومن أجل هي لم تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا البرنامج، برنامج الكومباكت 2، لم نكن لنكون هنا اليوم من دون كل المجهودات التي قدمتموها. أيضا كلمة شكر أود تقديمها لالتزام فريق الـMCC. أذكر كاري على وجه الخصوص، يجب أن تكوني فخورة وكل أعضاء فريقك لما حققتموه. وأخيرا شكرا لكل شركائنا الذين حضروا معنا اليوم، لقد عملتم جيدا من أجل الارتقاء بمجموعاتكم ودو هذه الدولة في إطار هذه الشراكة، شراكة الـMCC. شخصان أود أن أتقدم بالشكر لهم من أجل مجهوداتهم التي قدموها لهذا البرنامج ولهذه المملكة. أولا الوزيرة السابقة لبرنامج الـMCC السيدة دينا، والتي وللأسف وفتها المنية منذ بضعة أسابيع، لعب دورا مهما في إنجاح شراكة الـMCC موروكو، ولهذا فنحن نثمن مجهوداتها من أجل إنجاح هذا البرنامج. إن كانت هنا كانت لتكون فخورة بتثميننا لهذا اليوم. أيضا أود أن أشكر مجهودات هدى عبدو مديرة بي في المغرب، والتي بدأت منذ سن مبكر بدأت بالعمل في إطار هذه الشراكة. لقد أنجحت هذا البرنامج، بل وأيضا ألهمتها العديد من الناس من أجل أن ينخرطوا في هذه الدينامية، من أجل أن يساعدونا لبلوغ هدفنا المشترك وهو إنجاح برنامج الـMCC. هي فعلا مصدر إلهام، وقد أثرت بشكل إيجابي في العديد من الناس. تمنيت لو كان بإمكان السيدة هدى أن تكون معنا اليوم لكي تحتفل معنا بهذا اليوم الرائع، وهكذا وتثمينا لمجهوداتهم ولمجهودات العديد من الناس. إنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم أطر وفريق الـMCC والذين عملوا بشراكة مع الأطر المغاربة. لدينا الكثير لنحتفل به هنا اليوم. بدأت شركتنا مع المغرب في الأيام الأولى منذ تأسيس الـMCC، فمن جانب ما فنحن اتحدنا معا منذ وقت قديم، فهذا التعاون هو فعلا قديم ومترسخ في التاريخ. كل ما له علاقة بالتربية والتكوين والتكوين المهني وكذا العقار والولوج إلى الأراضي والرفع من جودة المدارس وتقديم الخدمات التمويلية والبنكية والسياحية، فإن MCC ساعدت المغرب من أجل أن يستثمر في القطاعات ذات الأولوية بشكل استراتيجي
في خضم هذه العلاقة كذلك، فقد شهدت العلاقة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة تعمقا واضحا. معا فإن استثماراتنا تساهم في رفع من جودة حياة العديد من المغاربة، وفي هذه العلاقة الوطيدة التي تتجسد في الميثاق الثاني، والذي هو برنامج من شأنه أن يرفع من جودة التربية والتكوين المهني من أجل أن نضمن تأهب المغاربة الشباب لولوج سوق العمل واستجابة لتحديات المستقبل، من أجل إعطائهم الأدوات اللازمة لكي يبدعوا ويحلقوا. هذا يعكس أهمية قطاع التعليم. عملنا في 3 مناطق حيث نجد أن الشباب. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.